بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع سلسلة تدبر القرآن الكريم مع الآية 3 من سورة الطلاق. سيقول سيد ربي سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل ما توكلت على الله، شنو هو التوكل على الله؟ هو تأخذ بالأسباب وتنتظر النتائج من الله عز وجل كيف ما جات فهو حسبه. شنو حسبه؟ كافي، تيكفيك سيد ربي سبحانه وتعالى. كل ما كثر التوكل ديالنا على الله وما تواكلناش، بقينا جالسين ما تنديرو والو، لا درنا الاسباب وانتظرنا النتائج من الله، كل ما تيقلل الوقت باش يجي الفراج وتنعيشو بواحد السرور واحد السعاده لاننا متوكلين على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كافي. ونكون من المتوكلين على الله اللي تياخذوا بالاسباب الماديه وتنتظروا النتائج من الله كيما جات راها مزيانه، لان الله اللي هو الحسب ديالنا والوكيل ديالنا اختارنا داكشي. والسلام عليكم ورحمه الله.